أخوتي وأخواتي في عالم الزراعة والنباتات المنزلية، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات. عدنا لكم فيديو جديد للحديث عن شجيرة مهمة جدا وجميلة جدا تتحمل أقصى الظروف الجوية، هي ورد القهوة أو مثل ما يسمى تمر حنا أفرنجي. أخواني الأعزاء، هذه الشجيرة فيها ألوان متعددة وأنواع متعددة، طبعا عندي زارعها بالحديقة المنزلية بعدة ألوان وأنواع أيضا. هذا اللون الوردي، شوف أخوان الأعزاء هنا أيضا عندي، شوف أخوان الأعزاء، رغم أنه اليوم إحنا في شهر آب 17 آب، لاحظوا كثافة التزهير. شوف أخوان الأعزاء هذا اللون الأبيض مميز جدا وأيضا جميل جدا. هنا عندنا لون بنفسجي على أبيض أيضا جميل جدا. شوف أخواني الأعزاء، شوف أخواني الأعزاء جمال الألوان، شوف هذا اللون المميز، هنا عندنا اللون الأبيض وهنا اللون البنفسجي الجميل جدا. أخواني الأعزاء، هنا عندنا اللون الأحمر القزمي أيضا، شوفوا أخوان الأعزاء جمال الأزهار. شوفوا أخوان الأعزاء، طبعا تسمى هذه الشجرة ورد القهوة لأنه بداية التزهير تكون على شكل يعني يشبه حبات القهوة مثل ما واضح. لاحظوا جمال هذه الأزهار. أخوان الأعزاء، شاهدوا هذا النوع الثاني، لاحظوا جمال الأزهار، تكون الأزهار كبيرة جدا، لون بنفسجي، والأوراق أيضا تختلف عن النوع اللي عرضته. شوف أخوان الأعزاء، لاحظوا الجمال، لاحظوا ايضا هذا، رجعنا لكم للون الوردي وكثافة التزهير. اخوان الاعزاء، انصح الجميع بزراعة هذه الشجرة الجميلة، واي سؤال ان شاء الله راح اجاوب بالتعليقات. كان معكم ابو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية، في امان الله.